مرحبا بالجميع، أنا الدكتور باسل شاهين، واليوم أود أن أقدم لكم زميلتي المتميزة نيكولا أبلت، وأسلط الضوء على الأداء الابتكارية التي تتفوق فيها وهي بريزم. نيكولا هي مدربة ذات خبرة تمتد لأكثر من 15 عاما، مما يمنحها ثروة من المعرفة وفهما عميقا لأساليب التدريب الفعالة، وهي ممارس ومعلم معتمد لأداة بريزم. بريزم هي أداة مبتكرة تستخدم علم الأعصاب لتعزيز التطوير الشخصي والمهني. تقدم رؤى عميقة في السلوك البشري، مما يساعد الأفراد والمنظمات على تحقيق إمكاناتهم الكاملة. بصفتها مبتكرة رئيسية للتغيير في Innovative and Disruption في الشرق الأوسط وأفريقيا، تستفيد نيكولا من بريزم لقيادة التغيير التحويلي وتعزيز الابتكار والنمو. من خلال دورها تزعزع نيكولا باستمرار النماذج التدريبية التقليدية، وتقدم جلسات مؤثرة تلقى صدى لدى المشاركين. نهج الفريد مع الإطار القوي لبريزم يزود الأفراد بالمهارات والمعرفة اللازمة للتفوق في بيئة اليوم الديناميكية. إذا كنت تبحث عن رفع أداء فريقك أو تعزيز النمو الشخصي، فلا تبحث أكثر من نيكولا أبلت وبريزم معا. هم قوة للتغيير الإيجابي والابتكار.